يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم مرة أخرى. نهارك زين، مازال متواصل ومعانا ضيف جميل وصديق نحبه برشا، مثال للتربية ومثال للأخلاق. باش ناخذوه بالتليفون لأنه للأسف الشديد تقنيا تعذر علينا أنه ناخذوه بالسكايب. ضيف اليوم ممثل متميز، هو سفير آخر من سفراء التمثيل في الخارج، مسيرة فنية متنوعة ومتواصلة برشا نجاح. بدأت بالسينما فيلم حكاية تونسية لنداء المازني، وجات من بعد الفيلم برشا مشاركات أخرى منها مسلسل كاستينج وسرايا عابدين وبعد البداية وحارة اليهود، مسلسل حكايات تونسية والقيصر وحب بلا حدود، وإتقانه للعديد من اللغات مكنه باش يشارك في برشا مسلسلات ويكون ممثل مش عربي برك، عالمي زادة. برشا أعمال تلفزية وأفلام وآخرها طلق اصطناعي، تميز في أداء أدواره، واليوم نجم عربي متميز مباشرة من مصر، صديقي الممثل نجيب بالحسن. نهارك زين. أهلا بك كوثر، ميرسي بوكو على المقدمة هذه الحلوة. عايشك نجيب، شبينا ولينا نتقابلوا كان من حوار الحوار. مالوغوزمون ظهرلي الكورونا كملت عقدتها شوية الحكاية. ليه وزيد المرة هذه بالتليفون جملة. والله حرمونا. حرمونا والله. منيش مش نسألك نجيب على الشأن الثقافي في مصر، لأنه مهما صار في العالم ديما الشأن الثقافي في مصر أموره في العنبر، لكن نحب نسألك على الوضع الصحي قبل. شنو الأخبار غادي في مصر؟ والله الوضع الصحي ده بخير، الستاتيستيك مش خايب بالكل. D'autant plus que ma famille est confinement, ma famille est couvre-feu, l'année, ma famille est عادية. Voilà, tu as un film, ma famille est couvre-feu, في مصر. Ma famille est couvre-feu, بالكل. لا لا، ما لا الحياة عادية، العباد ترد بالها شوية، تحط لي ماسك. الكمامات، ساعات سي با ايفيدون، مش العباد الكل تحط الكمامات. وأنا سيرتو اللي خوفني أكثر في لي تورناج، في لي تورناج كي تبدا انتيغيور، هي المشكلة الكبيرة، يبدا ساعات ان سيغ نومب و اوبليجي تنحي الماسك خاطر تو ريبيت ولا تصور. دونك والكيب تكنيك ساعات مش الكل حاطين ماسك، دونك هو هذيك المشكله. دونك ما فماش بروتوكول صحي غادي ولا كيفاش؟ معناتها ما تنجموش تفرضوا عليهم يحطوا لي ماسك؟ لا، هو معظمهم حاطين ماسك راهو في التصوير. أي. اما ساعات انت كيف تصور تنحي الماسك اوبليجي، وساعات يبدا واحد هذيك بالنسبه لك انت كممثل. اما مثلا توا ماكيوز ولا ماكيور يبدا كونتاكت معاك ولا انجينيور سون باش يحط لك الميكرو يلزم يبدا لابس ماسك. حط لا، هما حاطين الماسك اللي كونتاكت معاك كونتاكت ديريكت حاطين ماسك. اما الممثلين اللي يمثلوا معاك بلاش ماسك، معناها واحنا نصوروا ريبيتي ولا نصوروا. جوستومون دونك عندك مسلسل جديد قاعد تشارك فيه السنه، هو مسلسل موسى. على شنو يحكي كي نقولوا عند سيدنا موسى ولا شنو معناتها؟ لا بالكل، هي هو تبدل اسمه شويه ولا ملحمه موسى. مرحله موسى. لا ملحمه موسى. ملحمه موسى. بون ما يحكيش على سيدنا موسى، فعبد الكل كي يقولوا يسمعوا موسى في بالهم يحكي على سيدنا موسى. لا ما يحكيش، يحكي على الحرب العالميه الثانيه. وقت كانوا فما الانجليز في مصر والالمان باش يدخلوا لمصر. فوالا. دونك فما حكايات الداخل، ما نجمش نحرق المسلسل نون بلو. جوستومون، على شنو نجموا نتبعوها احنا المسلسل هذايا نجيب؟ والله نورمالمون على برشا قنوات، نتصور على الدي ام سي، نتصور على برشا قنوات باش يتعدى، مش على قناه واحده سي بي سي ظهر لي. لا معناها سوغا معناها سور بليزيور شين، ما نعرفش بالضبط، اما باش يكون على برشا قنوات. فوالا، فما ممثلين اخرين توانسه معاك؟ لا، في المسلسل هذا ما فماش ممثلين توانسه. شكون يشاركك في البطوله؟ فما محمد رمضان هو البطل. فما عبير محمد صبري. رمضان معاك. هو البطل، بطل سي تو تافي نورمال، يعجبكش. اي هنا. فما السيد رجب.
ايه فما يعني فما اسامي كبيره في المسلسل هذايا، وفما برشا ديجا خدموا مع بعضهم قبل في المسلسلات القديمه كما البرنس كما مسلسلات اخرى، دونك سي لا ميم ايكيب كي سو ريكوندوي فوالا كي ريكوندوي بلوتو. فما مشاركات اخرى في رمضان 2021 سنه ولا عندك كان ملحمة موسى؟ لا عندي فيلم، عندي فيلم ان شاء الله بديت نصور فيه دايما، فيلم يحكي على روبو جرافيكس لي ميتيور، معناها ساينس فيكسيون، ستا فيلم ساينس فيكسيون. فهمتك. يا بوكو دو جرافيك ددون، دونك كيما نقولوا احنا فريد من نوعه، ان شاء الله ينجح. ستا فيلم ان بو سبيسيال ساينس فيكسيون، والمصريين يحبوا الكوتي ساينس فيكسيون والحكايات هذه. جوستومون دونك هذه عوده للافلام، دونك خاطر اخر فيلم عندك كان طلق صناعي في 2018، دونك هذه عوده للافلام، فرحان بها نجيب؟ بالضبط، والله فرحان بها برشا، دو بليس كو في الفيلم هذا نمثل تونسي، معناها باللهجه التونسيه هكا وما خليها. انت في العاده تمثل دور فرنساوي او تمثل وصلت حتى ادوار نتاع يهودي، المره هذه رجعت تمثل التونسي معناها. المرة هذه تونسي في الفيلم، في الفيلم تونسي. اوكي. ونتكلم وتكلم بالتونسي، معناتها فهمت معاهم، حكينا قلت لهم لازم نتكلم بالتونسي. ما لا لقيت صعوبة نجيب باش تتكلم بالتونسي. باش نتكلم بالتونسي، اما كل اللي نواجه اللي نحكي معاهم مصريين، دونك سبونتانيمون ما مانيش باش نحكي فيسا. لغة بيضاء. نستعمل كلمات صعيبة برشا. فوالا. دونك. خاطر انا. خاطر في وسط الفيلم باش نبداو نحكي فما نقاش، دونك لازمهم يفهموا النقاش نتاعي في وسط الفيلم، دونك سيستيماتيكمون الشخصيه لازم تتكلم بشويه يعني تكون واضحه مع الشخصيات الاخرين. فهمتك، اللي هي لغه بيضاء، اللي هي لغه تبدا تتكلم بشويه بريتم بطيء باش نجم العباد تستوعب وتفهم، وميم تو ماكش تستعمل كلام تونسي صعيب، حاجات اللي العباد مستانسه بيهم في الوطن العربي. كي نقول لك اعطيني طرفه صارت لك في التورناجات نجيب، شنو تقول لي؟ طرفه صارت لي في التورناجات. والله سؤال باهي. حتى على خاطر اللغه مثلا نتاعنا اللي هي ما يفهموش برشا غادي. حتى اللغه والله لا. فما كلمه هي خايبه عندهم هما، فهمت؟ اي معرس. نعرس عندهم خايبه. اول ما تجوز بها قلت له مش معرس يعني في غزل لي هكاك. دونك هي كلمه خايبه كبيره هي مع عندهم هما، فهمت؟ اول ما خلطت هذه عندها مده. فهمتك. غادي قالوا لي انت مع فما شكون معاك؟ قلت هو يقصد على كان عندك شي اسيستون، عندك شي مساعد. اي واحنا ماهيش مستنتين بالمساعد ولا اسيستون على ليبوك، ما كنتش قلت له لا مش واحد، انا قلت له مانيش معرس. قلت دونك هما عندهم كلمه خايبه، تو بعديك نشوف في مصر كلمه معرس غادي. دونك الاعمال العربيه كانت اختيار شخصي والا تفرضت عليك بحكم قله العروض في تونس؟ معناتها على شنو السبب اللي خليك تهاجر لمصر نجيب؟ والله الانتشار، انتشار وفما اكثر حاجات لهنا، نعرف فما اكثر مسلسلات، اكثر دراما، اكثر افلام، معناها سابيركوت فنيا اكثر. فهمت؟ فماش كان رمضان، فما في رمضان، فما برا رمضان زاد فما مسلسلات، دونك واحد نجم يكون اكتيف على عام كامل. مثلا انت بخل في المسلسل موسى والفيلم فما اقتراح اخر، البارح كنت في شركه اقترحوا عليا زاد فيلم اخر وبتاتخ مسلسل تاع فورما 6 حلقات. دونك فوالا لهنا فما حاجات، عدد المسلسلات كبيره وفي رمضان وبرا رمضان، معناها من ناحيه الانتشار، من ناحيه الفيزيبيليتي زاده. مثلا المسلسل المصري يتشاف برشا، يتشاف من طرف كل الدول العربيه. اي ولا من ناحيه هذيا معناها نيفو كارير ولا. دونك كان معناتها كانت فكره انك جاك عرض باش مشيت، والا مشيت وحدك ودقيت البيبين؟ خاطر نعرفوا انه فما صعوبه خصوصا للرجال باش يقتحموا معناتها الميدان غادي في مصر. بالضبط كوثر اللي قلت صحيح، توا فما صعوبه بالنسبه للرجال باش يقتحموا سختو اذا ما عندكش شي معناتها عرض ماشي على خاطره.
بالضبط. لا انا مشيت 2014 هكاك قريت سينما في فرنسا بين 2014 و14 اي ومثلت الفيلم، ومن بعد مشيت قلت خلينا نشوف مصر، وعندي كونيسونس غادي يخدم في نايل تي في على ليبوك، قلت ما تعرفش شكون دي بروديكتور دي ريليزاتور دي ديريكتور دو كاستينغ، قال لي ابعث لي الشوريل نتاعك هكا، وبعثت الديريكتريس دو كاستينغ اللي كلمتني، عملت كاستينغ عادي باللغه العربيه الفصحى بالنسبه للدور في سرايا عابدين سلطان عبد العزيز. روحت لتونس بعدها كلمتني، كي روحت لتونس قالت لي راهو المخرج عمر عارف اتفرج على المشهد بتاع عجبه، بس لازم ترجع مصر عشان دور حيكون بالتركي. قلت لها انا مروه ما بتكلمش بالتركي، انا تونسي على فكره ما بتكلمش تركي. فقالت لي لا لا في مترجم هنا حطبت لي كل حاجه، ورجعت يعني لمصر خديت الطياره ورجعت، وانا لي شوز بداوا بالطريقه هذيك فهمت. دونك سرايا عابدين السيزون الاولانيه، بعد 2015 السيزون الثانيه، وانا صار في السيزون الثانيه جماعه البرودكسيون كلموني على حاره اليهود فرت كيف فهمت. وبعد استقريت يعني في مصر من 2000 اخر 15 2018 فوالا. بعد جاني فيلم، اول فيلم مصري اسمه الهرم الرابع، وبعد البدايه، وبعد القيصر مع يوسف الشريف فهمت. اما كل مره نطلع اجنبي ولا ما هيك ذا ولايك في مصر، فيلم يجيب فيلم ومسلسل تجيب عده مسلسلات، هذيك هو الريتم العربي صوف تونس. اسكو فما ادوار تعرضوا عليك في تونس ورفضتهم نجيب؟ والله لا ما جاوكش دي بروبوزيسيون؟ لا ما فماش ادوار، مالوغوزمون انا ديجا عندي اكثر من عام اجيش لتونس. دونك لا ما فماش ادوار، لا يا با دو بروبوزيسيون في تونس ما نكذبش عليك. لا فهم 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 سامحني، كان مسلسل على العربي باش هو مسلسل عربي ظهر لي يافي تخوا غيليزاتور، كل غيليزاتور ماخذ 10 حلقات. المخرج التونسي هو لياس بكار سي لي سوندون. هذه جديدة ولا جديدة الحكاية هذه؟ بون يا بايو يا بايو اون با يا بايو سويت، ما نعرفش صوروا ما صوروش، مانيش على علم بالبروجي هذا. فوالا نجيب ما تخافش للجمهور التونسي ينساك، او انك تقول وتخمم انه باش يشوفك بطبيعته في الاعمال العربية؟ والله الجمهور التونسي يفهم، كيما واحد لاعب كرة يلعب في تونس في شامبيونات تونسية يخرج برا يلعب في شامبيونات آخر يفهموا، خاطر من ناحية الكارير اخترت باش كما يقولوا نحاول نقدم من ناحية فيزيبيليتي، من ناحية معناها التوانسة يفهموا الكل، ما عندي حتى مشكلة. بالعكس أنا ماذا بيا نمثل في تونس، أما لازم زادة اون ديسبونيبيليتي. مثلا كان عيطولي في رمضان هذايا في تونس ما كنتش نجم نجي، خاطر في موسى وفي فيلم ما كنتش نجم نجي. اما نتمنى بيان سور اي تونسي يتمنى يصور في بلاده اكيد، ونتمنى انه يكون فما تنسيق اكثر خصوصا من الجانب التونسي. نجيب انت قمت بدور يهودي بالضبط في وقتها، نتذكر انك تعرضت لانتقادات كبيره برشا، خلصت منهم الانتقادات هذوما ولا مازال السيل نتاع الانتقادات معاك؟ لا تخلصت منهم، ما فماش مشكله، يعرفوا راهو في دراما ويعرفوا سيتا بيرسوناج ويعرفوني معناها مانيش يهودي. فما برشا ناس كانوا يعرفوني في بالهم بيا اجنبي، حتى يوقفوني في الشارع يقولوا لي كان يبدو هكا يحبوا يعملوا تصويره، نقول لهم هاي صوره يتخضوا معناها، يقول لك انت مصري ولا فهمت. برشا خاطر اللي هو اللي طلعت فيهم الاجانب الكل خلاهم برشا عباد يسحبوني اجنبي، توا بداوا بشويه بشويه عرفوني تونسي. اما لا ما صارتش مشاكل يعني، يعرفوا اللي ذيك دراما فهمتك. إذن في لا باغ دي شوز معناها فوالا. وادوار احنا نعملوهم في الاخر بالكل، ومع كامل احتراماتنا للديانه اليهوديه ولاصدقائنا اليهود اللي هما ولاد عمنا زاده. اخر سؤال نجيب، بين عرض الازياء والتمثيل وين لاقي روحك توا خير؟ هما قبل كل شيء نحب نقول لكم عكس بعضهم، عكس بعضهم. برشا اللي يقول لك انت عارض ازياء دونك نجم تمثل، لا بالعكس، عارض ازياء توري الحاجه البرانيه،
التمثيل هو الدخلاني، دونك تركيزك مش على الحوايج اللي تلبسهم، تركيزك على الاحساس وتنسى وجهك وشكلك. هذيك هي الانتقال صعيب ياسر راهو. اما ان كان كي يتحول يولي ممثل راهو من الاكستريم للاكستريم 180 دوغري، العباد لازم تفهمها راهو العكس. يفو ميو واحد مش مانكان يولي ممثل كو يبدا مانكان ويمثل، خاطر يبدا مانكان عنده دي ريفلكس غالطين بالنسبه للتمثيل، يبدا مركز على الاستيتيك نتاعو. هذيك باهية على البوديوم، اما كي تبدا فما كاميرا تاخد عندك داخل نتاعك، كان داخل نتاعك مركز في البيرسوناج اي تو جو سامبلومون لو رول، معناها لو ميساج باس تري بيان للجمهور. اما كي تبدا مركز على شكلك سا باس تري مال. نجيب صديقي، كلمة الختام شنو تقول لتلفزة تي في وللناس اللي قاعدة تتفرج فيك تو بلوتو تسمع فيك؟ نسلم عليك، عايشك. ميرسي على الحوار هذا، مالوغوزمون جو بيان ايمي يكون بسكايب، ان شاء الله المره الجايه نجيكم ديريكتومون للاستوديو. نسلم على كيب كابنا، نسلم على تلفا تي في، ونسلم على التوانسه الكل. نقول توحشتكم برشا على خاطرني عندي ياسر ما جيتش لتونس، واول ما تمشي الكورونا ان شاء الله نجي ديريكتومون لتونس. اوكي، تجي ديريكتومون لتونس وديريكتومون تجي اول باساج نحبوا يكون في نهارك زين، هذا وعد ان شاء الله. ان شاء الله. دونك شكرا الممثل سفير اخر من سفراء التمثيل في مصر نجيب بالحسن، ميرسي بوكو، نهارك زين خويا. دونك عايشك. مازلنا في التمثيل، اما باش نمشيو لعملاق من عمالقه المسرح توت سويت بعد الفاصل.